في الليلة أهلا وسهلا بكم. التوقعات التي تتنوع بشأن ارتفاع ونمو الاقتصاد السعودي تتنوع بين مختلف مراكز ودور الخبرة. ما هو النمو وكيف سيكون أو ستكون مختلف الإجراءات المالية والاقتصادية التي شهدتها المملكة مؤخرا مؤثرة في حركة هذا النمو؟ إلى أي درجة ستنعكس تلك الإجراءات عليه زيادة أو نقصا؟ وإلى أي درجة تؤثر دراسات وتقارير بيوتات الخبرة في القراءة الدولية الكبرى للاقتصاد السعودي؟ دكتور عبد الرحمن راشد المتخصص في اقتصاديات دول مجلس التعاون ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاقتصادية شريك النقاش في حلقة الليلة. حياك الله. أهلا وسهلا. مرحبا. شكرا جزيلا. حياك الله. أهلا وسهلا. خلنا الدكتور يعني نقول كذا للناس ببساطة ما هو النمو، يعني لأنه الناس تتوقع أن النمو هو أنه مثلا كانت الإيرادات 100 تصير 120 مثلا. وشلون يعني نبسط مفهوم النمو للناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكركم على الاستضافة. الحقيقة موضوع الاقتصاد موضوع شائك، وتبسيطه بمثل هذه الحلقة قد يكون صعبا. ولكن نحاول أن نقرب الفكرة إلى المستمع بضرب مثال. نعم. إذا كان نضع اقتصاد على مستوى فردي مثلا، إذا كان رجل يدير شركة ولديه مثلا عدة قطاعات اقتصادية في هذه الشركة، شركة استيراد، شركة انتاج زراعي، شركة بيع وشراء، تجزئة وإلى آخره، يضع لها برنامج خلال سنة مالية معينة. كان رأس المال 10 ملايين خلال سنة معينة مثلا. النشاطات هذه يدير هذه الاقتصاد الخاص لهذه الشركة يديره بطريقته من أجل أن يرفع نمو ومساهمة كل قطاع في هذه المنظومة الخاصة لهذا لرجل الأعمال. وبالتالي ربما أن النشاط الزراعي ينمو أكثر من النشاط التجزئة، وربما أن النشاط التجاري ينمو أكثر من نشاط آخر. وبالتالي المحصلة النهائية تجمع ويؤخذ المعدل ويقاس النمو في نهاية العام عن النمو عن العام الماضي، وبالتالي يعطي محصلة. كلما زاد النمو معناته تحقيق نجاحات أكثر. طيب والعكس صحيح. النمو في العائد ولا في ارتفاع حجم المال اللي قاعد يدور التفت فيه الصفقات؟ هو العائد داخل من ضمن حجم المال، لأن مثلا إذا كان الشركة تتوسع مثلا زادت الأرباح، صافي الأرباح زاد مثلا عن مبلغ معين، بالتالي أفتح فرع، صاحب الشركة هذه يفتح فرع في مكان آخر ويتوسع العمل وتتضخم المنظومة النشاط الاقتصادي التابع لهذا الشخص أو رجل الأعمال. قس على ذلك عمل الدولة أو الاقتصاد الوطني، قطاعات مختلفة وكل قطاع ينمو حسب إدارته. هناك قطاعات تنمو أفضل من قطاعات أخرى على حسب إدارتها ولا حسب مساهمتها ولا حسب الطلب على منتجاتها والموارد التي تكون مخرجات لهذا القطاع. لذلك التذبذب في نمو كل قطاع يختلف عن الآخر، لكن العبرة في النتيجة في النهاية تكون النسبة إجمالية وتعكس الواقع. هل النمو مرتفع معناته نجاحات محققة؟ إذا كان نسبة النمو متراجعة معناته هناك نوع من التراجع في أداء هذا الاقتصاد. طيب لعل هذه تبسط الموضوع. لا ممتاز، هذا المثال ممتاز. أعمق من هذا التفسير. الاقتصاديين سوف يلومونني على هذا، ولكن أبسط حاجة. لا هذا ما سطح. هذا مثال الصراحة جيد. طيب جلوبال كونستراكشن ويك العربية، زي هذه البيوت مثلا، أنت ما تلاحظ أنه انخفاض أسعار النفط هو العنصر المهيمن عليها في دراساتها لتقويم أو توقع مستوى النمو في الاقتصاد السعودي؟ أخوي يحيى، الموضوع السمة العامة لاقتصاد المملكة، أنا بحكم تخصصي الرسالة عن اقتصاديات دول مجلس التعاون،
وما ينطبق على المملكة ينطبق على بقية دول مجلس التعاون. السمة العامة والصفة العامة لاقتصادية دول مجلس التعاون أنها اقتصادية ريعية تعتمد على مصدر دخل واحد ألا وهو النفط خلال السنوات الماضية، وهذا سبب مشاكل كثيرة للاقتصاد، الاقتصاد الطبيعي، وعطل الكثير من الموارد الاقتصادية التي كان يعتمد عليها كثير من الحراف، القدرات الانتاجية عند الإنسان، يعني أصبح الاعتماد على الواردات أكثر إلى آخره. الاقتصاد الريعي في الغالب صحيح أن مظاهره فيها ترف وفيها حياة سعيدة، ولكن على المدى البعيد يقضي على أصول الاقتصادية والموارد الاقتصادية في المجتمع، وهذا غير محمود. لذا هذا حصل في هولندا في خمسينيات القرن الماضي عندما اكتشف غاز كبير في شمال هولندا، وكانت البلد منتجة، وبعد أن زاد الاعتماد على حقل الغاز الذي اكتشف تحول الاقتصاد الهولندي إلى اقتصاد يعني متراجع، وأصبح متراجع من ناحية تشغيل الموارد الأخرى وليس من ناحية العوائد المالية لأنها تضخمت، وأصبح الاقتصاد يعني حتى هناك ظهر مرض يسمى المرض الهولندي، وهو نتاج الاقتصاد الريعي. وكل اقتصاد ريعي يحصل يطلق عليه المرض الهولندي الريعي، يعني اللي الدولة تتولى فيه في مال خلنا نقول أو شيء دخل يأتي من موارد من الطبيعة، الدولة تتولى صرفه على الناس والخدمات. نعم هذا صحيح، أنا قاعد أحاول أقتدي بك في التفصيل. هذا صحيح، لكن الإشكالية الموجودة فيه أنه يعطل الإنتاج، يعطل الإبداع، يعني يسبب إرباك في المجتمعات، في المجتمع نفسه، وبالتالي على المدى البعيد آثاره سلبية. خلنا نكمل يا دكتور بعد الفاصل، إيش أهم الآثار اللي الآن يجب البدء في العمل على التعافي منها بعد الفاصل؟ من جديد في الليلة، أهلا وسهلا بكم. الدكتور عبد الرحمن الراشد العبد اللطيف المتخصص في اقتصاديات دور مجلس التعاون ورئيس مركز بنك الدول للدراسات الاقتصادية والمالية، وحديث عن التنوع الذي تشهده القراءات الخاصة بالاقتصاد السعودي وأبرز المحاور والملفات التي تتضمنها هذه القراءات. أقرأ أنا دكتور بعض النقاط من شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبال، وخلنا نعلق عليها. واحدة من الدراسات، ميزانية السعودية 2017 جاءت أفضل من توقعات المحللين إقليميا ودوليا. هل هذه لأن المحللين إقليميا ودوليا كان المعيار لديهم هو واقع أسعار النفط؟ واحد من المعايير التي يستخدمونها، ولكن أنا أعتقد أنهم لم يكن يتوقع أحد أن تكون الإجراءات التي تمت خلال الميزانية العام الماضي والذي قبله بهذه الصرامة وبهذه القوة في المتابعة والدقة في المتابعة من قبل الأمير محمد. إذا تسمح لي نعرج على نظام موازنة البنود. نظام موازنة البنود اللي هو التوازن المالي، برنامج التوازن المالي. لا، برنامج التوازن المالي شيء، وأنظمة الموازنات نظام موازنة البنود لدينا يعتبر يعني كان يفترض أن تجاوزنا نظام موازنة البنود، لأن نظام موازنة البنود لا يتناسب مع حجم اقتصاد المملكة. تريليوني الموازنة تريليونية الآن، نظام موازنة البنود يتناسب مع
مع الميزانية اللي تكون يعني بالملايين وليس بالتريليونات. وتعتبر يسمحوا للاقتصاديين والمتخصصين تعتبر كأنها قضية مسك دفاتر وليست كأنظمة الموازنات الأخرى. مثلا نظام موازنة برامج الذي يعمل به جميع الدول العالم خاصة الدول الصناعية المتقدمة، لأن نظام موازنة البرامج يعطيك مبلغ ويحدد لك هدف أصرف لك بمقدار تحقيقك الأهداف، أدفع لك المبلغ بمقدار تحقيقك الأهداف. النظام موازنة البنود الذي يعتبر من أنظمة الدولة العثمانية وحصلنا عليه من الأخوة المصريين وإلى آخره وبقي للأسف كما هو. وحقيقة قاتلت أنا في كنت وزارة المالية، حاولت وكتبت أكثر من مرة من أجل محاولة الخروج من هذا لمعرفتي بالخلل الموجود، لأن من الأشياء اللي تدفعك أنك تتصرف بالمال خطأ. لأضربك مثال، مثلا إذا كان مخصص لي أنا في كمدير جامعة أو كمسؤول في إحدى الوزارات، أدير ميزانية، إذا رجعت للوزارة المالية في نهاية السنة جزء من المبلغ يتم اقتطاعه بدل ما أشكر عليه يقتطع مني في ميزانية السنة القادمة. لذلك أحاول أني أصرف بأي طريقة. لذلك يلاحظ أنه في نهاية السنة المالية في الأشهر الأخيرة في كل سنة مالية يحاولون يصرفونها حتى يضربوا المباني بوية، يغيروا البوية على لا قيمة لهذا الأمر، ويغير الأثاث في لا شيء. اللي حصل عندما تولى الأمير محمد الإشراف على وزارة الشؤون الاقتصادية، وقف الصرف في الأشهر الثلاث الأخيرة من العام السنة، أعتقد ميزانية 2015 وفر بلايين، أعتقد أنه وصل إلى حوالي بلايين الريالات كانت تصرف تهدر عشان ما يتم اقتطاعها من حتى لا ما يتم اقتطاعها من ميزانية السنة التالية. طيب. لذلك هذه من الأشياء اللي أنا أرى أنها مهمة جدا في عملية التحول أو عملية التطوير والانتقال إلى موازنة البرامج التي تحفظ الهدر، تحفظ الهدر المالي العام وتحد من الفساد وتحد من الصرف الغير مبرر. طيب هل هذا دكتور وتصور باقي وقت باقي معنا قرابة دقيقتين ونص، هل هذا اللي يقصده صندوق النقد الدولي لما يعني في السنوات الماضية كان لما يصير في أي توقع يتعلق بالنمو في الاقتصاد السعودي أنه غالبا يكون السبب نتيجة ارتفاع أسعارنا، نتيجة استمرار ارتفاع أسعارنا، عنوان صراحة ملفت عند صندوق النقد الدولي، الاقتصاد السعودي قد ينمو في 2017 نتيجة لضبط النقد. يا أحسنت، يعني كأنه هذا صار مصدر يعني من أو نعم الآن تغيرت المعادلة، تغيرت رؤية صندوق النقد الدولي وخبراء صندوق النقد الدولي، أصبح كانت المعيار الأساس في قياس المستقبل الاقتصاد والنمو هو الوضع البترول، سوق البترول. الآن دخل في المعادلة عوامل أخرى لعملية الضبط اللي ذكرتها في عملية التوازن المالي. أنا أعتقد أن الاتجاه الآن أخذ يعني في اتجاه قوي لعملية التعامل مع الهدر والضغط على النفقات غير الاقتصادية. وش النفقات غير الاقتصادية زي إيش؟ الأشياء الاستهلاكية التي ليس لها مردود، النفقات الاقتصادية التي لها مردود، مثلا تنفق هذا المبلغ من أجل مثلا أضرب مثال على أساس أسهل العملية، مثلا إذا أنفقت 100 مليون على أن
على في جامعة لإخراج أو لتكون تخرج 10 أطباء أو أن تنفق 100 مليون على شراء آثاث في الدولة. أي هذا؟ هذا اقتصادي وهذا استهلاكي، هذا له ناتج، هذا له ناتج على المدى البعيد يخدم الاقتصاد. طيب. استثمار طويل المدى. طيب. هذا استثمار، ما ليس استثمار، هذا طيب. هدر. لأنك أحيانا تستبدل شيء يستفاد منه يعني ممكن أنه يستخدم بشيء جديد. طيب. مجرد الصرف. طيب نعم. الوقت خلص دكتور، بس ودي أسألك في 30 ثانية، هل بدأنا بهذه الخطوات أول مراحل التعافي من ما تركه الاقتصاد الريعي طوال السنوات والعقود الماضية؟ نحن في بداية الطريق. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن راشد عبد اللطيف، شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا. غدا حلقة جديدة من الليلة، تمسوا على خير.